نورني وشرفني يا مولانا. يا اهلا وسهلا بحضرتك، ايام طيبه ان شاء الله وتعود علينا وعليكم وعلى الامه المصريه والعربيه والاسلاميه بخير. اللهم امين. اللهم امين يا رب العالمين. طول الوقت بيبقى بنمشي في الدنيا بنتخبط فيها ساعات، يعني مش هقولك فرحها قليل، بس هقولك ساعات كده بنقعد نتخبط ونيجي تلاقي واحد بيجي في عز ما هو متخبط كده يقولك يا رب استرها معايا. هو يعني ايه كلمة يا رب استرها معايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الحليم الستير الستار، كتب الستر على نفسه وعلى عباده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الصحيح: من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في قعر بيته، وفي رواية: من تتبع عورة الناس فضحه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. أما بعد، إن الستر نعمة عظيمة يتمناها كل الناس. الستر من الله سبحانه وتعالى معناه أن يعطيك عافية بعد مرض، أن يعطيك مالا بعد عوز، أن يعطيك ولدا بعد حاجة، أن يعطيك الله سبحانه وتعالى ما تقر به عينك في الدنيا وأيضا في الآخرة. الله سبحانه وتعالى حيي ستير لا يفضح عبده، مرة ومرة ومرة يستر حتى على الذي يسرق، حتى على الذي يزني، حتى على الذي يرتكب فاحشة. الله سبحانه وتعالى لا يفضح الإنسان من أول مرة. ولذلك لما أمسك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا يسرق فقال: يا أمير المؤمنين، والله هذه أول مرة. قال له: كذبت، لو كانت الأولى أو الثانية لسترك الله. وفعلا بعد التحيات في المحكمة اتضح أن هذا الرجل غالبا ما يسرق. ولذلك في زمن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام حبست السماء مطرها، فقال الناس: لابد أن نصلي صلاة الاستسقاء. فجلس الناس يستسقون ويصلون ويدعون ولم ينزل المطر. فقال موسى: يا رب، دعونا ولم ينزل المطر. فقال الله تعالى: يا موسى، إن بينكم رجلا عاصيا ولن أنزل المطر حتى يخرج من بينكم. فنادى موسى: أيها الناس، إن الله حجب المطر عنا حتى يخرج رجل عصى الله 40 سنة. الراجل اللي قاعد خلاص عرف نفسه وقعد يرتعش وقعد يعيط، وراح بينه وبين ربنا قايل له: يا رب، أعصاك من 40 سنة، ولو سترتني اليوم أمام موسى وقومي لن أعصيك أبدا بعد ذلك. فربنا سبحانه وتعالى راح منزل المطر استجابة لعبده. فلما نزل المطر سيدنا موسى بيقول له: يا رب، يعني احنا نادينا وقلنا الراجل ده لازم يطلع عشان ربنا ينزل المطر. فقال له: يا موسى، تاب توبة بيني وبينه، لو وزعت على الناس لوسعتهم. فقال: يا رب دلني عليه. قال: يا موسى، سترته عاصيا 40 عاما، أيوم تاب علي أفضحه؟ ينفع يا موسى؟ فإذا ربنا سبحانه وتعالى هو الستير. ولذلك سيدنا سليمان لما رأى النملة تقف على قوائمها وتبكي وتقول: يا رب، إنا يعني إيه؟ دليل جمع، يعني إن أمة النمل نعلم أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فلا تعذبنا اللهم بذنوب بني آدم. النملة مش عاجبها اللي البني آدمين بيعملوه. فالله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا سليمان فقال لهم: كفيتم وسقيتم بدعاء نملة.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسترون وتنصرون وتجبرون بضعفائكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن فيكم بهائم رتع وأطفال ردع وشيوخ ركع لصببت عليكم العذاب صبا. إذن الله سبحانه وتعالى هو الحيي الستير، فأنت تعلم شيئا عن فلان لا تفضحه، لأنك إن تتبعت عورة أخيك تتبع الله عورتك. ده أنت خايب، ده أنت لما بتبص لإبراهيم وتقول ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، مين اللي هياخد لإبراهيم حقه؟ ربنا. طيب هكلمك في أزواج بيبقى بينهم مشاكل، ويجي كل واحد فيهم يجيب واحد من أهله، اتنين من أهله، تلاقي القعدة كبرت. انت كنت بتعملي، لا انت اللي كنت بتعمل، شوفي فلانة اللي كلمتك، شوفي يوم ما طلعتي. فيبقى شكلهم تكلموا بجراءة قوي في اللي بينهم، وموقف بقى صعب قوي. هو احنا بنوصل للنقطة دي ليه؟ لان احنا مش ماشيين على المنهج. ربنا سبحانه وتعالى قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. شوفوا راجل طيب، راجل حكيم، راجل مؤمن، راجل تقي، ويقابل راجل زيه، الاثنين هيتقابلوا لأنهما أرادا إصلاحا. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وبئس الرجل الذي يفضح سر زوجته، بينشر غسيله الوحش قدام الناس. ولذلك الناس الطيبين، شوف حضرتك بتقول الأزواج بيعملوا، الناس الطيبين زمان كان راجل مبتلى بزوجة ناشز، يقول لها شمال تقول له يمين، يقول لها قف تقول له همشي، يقول لها ما تروحيش تروح، سريع عمارش تمشي براحتها، يقول لها يا خطوة تنظيم تجري، المهم هي دايرة شمال، شريك المخالف هي دايرة شمال. فواحد من الناس زمايله يعني أصدقائه، فقالوا يا أخي طلقها وريح دماغك منها. شوف الرجل الصالح بقى قال إيه؟ قال له: يا هذا أخاف أن أطلقها فيبتلى بها غيري، أخاف أن أطلقها فيبتلى بها غيري. ولما جه وهم على عتبة الانفصال وجاي يقول له تعالى، هي كانت بتعمل معاك إيه؟ قال له: تعالى ما أقول لك، خد، كانت منذ قليل زوجتي ولا أفضحها، واليوم هي غاضبة مني فلا أفضحها، وإن طلقت تكون أم أولادي فلا أفضحها. هي دي الرجولة، هي دي الرجولة. لازم تكون ستار، لازم تكون ستير، لازم تكون على قد المسؤولية. يعني مش واحد مراته تشد معايا تتصل على مامته وتقول لها دي عماله، دي كلمتها عماله تقول لي كذا، وكل كلمتين تقول لي اوف بقى انت مش عارف. تبقى بيتكلم بيطلع حياته. لو قال لمامته يبقى كتر خيره. لو ما جابش التليفون ورقع بوست باللي هو هذه واقعه ثانيه خالص. ربنا يا رب يحفظنا كلنا. تعالوا شوف تقابلنا الأول ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. كل ما يتوضى حد من مية هيدعي لك، حتى لو من غير دعي، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم من نية، وربنا سبحانه وتعالى يبارك في مالك وصحتك. ربنا يبارك للجميع اللي تبرعوا بالبير للعزبة، هذه عزبة كبيرة، وجامع كان محتاج بير ومحتاج حميم، والحمد لله كثر خيرهم. التجمع هنا الحمد لله يعني ما كانش عندنا مية، كنا نعاني من مشكلة المية، مش عارفين نتوضى، مش عارفين نشرب. جزا الله سبحانه وتعالى خير يعني الشيخ علي. نشكر مؤسسة فاعل الخير حضرتك، وألف شكر ليهم، وألف شكر للمتبرعين، وربنا يجعله في ميزان حسناتهم. والبير ده طبعا موفر مية للمسجد، الناس طبعا تتوضى منه. نشكر مؤسسة فاعل الخير على هذا البير، إنه بيع جاي وقت يعني بير مساعد يعني صالح للشرب. المية الأولية كانت مالحة يعني. شيخ
الشاكرين، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم على سقي الماء، وأفضل أفضل صدقة هي سقي الماء، وجزاكم الله خير وربنا يكثر من أمثالكم، متشكرين وبارك الله فيكم. لنفتتح بير جديد لأهالينا في مطروح، الفرحة عارمة، وما زالت مؤسسة فاعل خير في كل لحظة ستفتتح الآبار، لأننا في كل لحظة من اللحظات نحتاج إلى عمل الخير ونحتاج إلى فعل الخير، لأن الإنسان مطلوب أن يفعل الخير إلى يوم القيامة. ربنا يبارك فيك حق، ربنا يبارك لك، جزاك الله خير. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونحن صراحة هذا إنجاز عظيم، ونحن برضك عايشين على مية الأمطار، وتجمع الأمطار هذا حاجة يعني سمحة بالنسبة للصحراء وحاجة ممتازة يعني. طيب يمكن يا مولانا طول الوقت بنبقى قلقانين، كوانا حاجة قلقانة بتحركنا، بص جنبك تلاقي واحد كده سابع على الله قوي. يعني كان معايا شخصية ست يمكن مش إنسانة اللي هي ملتزمة وطرحتها ولبسها فطاط، ست لها ما لها وعليها ما عليها، ولكن بتقول لك كل حاجة على الله الحمد لله. هو إيه اللي بيخلي الواحد كده؟ الرضا، الرضا هبة من الله سبحانه وتعالى، يختار عباده المخلصين اللي جواهم نظيف قوي، وربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنهم عشان يرضيهم عن، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا رضي الإنسان عن ربه ورضي الله عنه استوى عنده الدينار والدرهم وعدمهما، هو معاه زي ما معاهش، عنده صحة زي ما معاهش، عنده مال زي ما معاهش، عنده بيستوى عنده ليه؟ لأنه كل من عند الله. لكن الإيمان الكامل والرضا التام في أن يعلم الإنسان أنه إذا سطر الناس سطره الله، إذا أعطى للناس أعطاه الله، إذا أنفق على الناس أنفق الله عليه، إذا فك كربة من كرب الدنيا على أحد فك الله عنه كربة من كرب الآخرة. سمعت رأي بيقول إيه مولانا؟ نحن كل ما بنكبر في السن بنبقى عارفين أن قدراتنا البدنية والجسدية مش قادرين نشتغل أكتر، مش قادرين نعمل أكتر، فبنبقى بخل أكتر. أيما كان الإنسان البخيل ده، معلش يعني الشيطان، الشيطان بسيطر عليه جدا، بسيطر عليه جدا، لكن الإنسان الكريم ربنا سبحانه وتعالى هو سايبها لله، والكريم ده سايبها لله. لو حضرتك انا معايا 1000 جنيه وحضرتك حد ماشي بيقول انا عاوز ده الموضوع كذا وعمليه ومش عمليه، بروح مدد ايده واديله ال 1000 جنيه ويبقى ربنا سبحانه وتعالى هيرزقني بكره. في ناس ما بتعرفش تعمل كده يا ربنا يا مولانا، هو ربنا مش عايزها ما يعرفش لانه مش مختار. ما هو ربنا ما بياخدش من اي حد برضه، ربنا سبحانه وتعالى الكريم اللي هو مدي المال ومديه في مكان عارف ان ده هيحترمه، عارف ان هيحترم المال، يعني هيحترم تعاليم الله سبحانه وتعالى. كلمة الاحترام دي جات منين؟ وما قدر الله حق قدره، انا ما قدرتش اوامر ربنا حق قدرها. لو انا مشيت على كلام ربنا سبحانه وتعالى وكنت كريم واعطيت للناس ما في الجيب يعطينا الله ما في الغيب، اعطيت 10 ربنا هيديني 700، اديت 1000 ربنا هيديني 70000، اديت مش عارف قد ايه ربنا هيديني كذا. ازاي بس انت بتتكلم الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى يعني مدينا عقل. لو فكرت بعقلك في العلاقه اللي بينك وبين ربنا يبقى خلصت. انت قللت المشكله، صح. قللت وزودت الهم على نفسك، صح. لماذا؟ لانه عندما يقول الله سبحانه الذي اسرى، ما تقولش كان الإسراء إمتى؟ لا. كان بالليل ولا بالنهار؟ كان يعني مناما ولا يقظة؟ ما تقولش الكلام ده خالص، مادام كلمة سبحان جت يبقى كلمة سبحان يبقى ما تتكلمش، سبحان من أعطى يبقى ما تتكلمش، سبحان من سطر يبقى ما تتكلمش، سبحان من إداك صحة وعافية ومال ومنصب وجاه وسلطان وكلمة طيبة الناس تحبك بيها يبقى ما تتكلمش عليها. إنما لو حكمت عقلك في اللي بينك وبين ربنا، تعالى ما أقول لك على حاجة كويسة، من اعتمد على عقله ضل.
ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله لا ضل ولا قل ولا ذل ولا مل. خلي اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون ديدنا في الحياة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فجأة كده بتلاقي الحالة تشقلب، يقول لك حسد، اتحسدنا، عين، استغفر الله العظيم يا رب حد عمل لنا حاجة. الجمل دي احنا مقصرين في حق نفسنا بيها. هو حقيقي سبحانه وتعالى تجلى وذكر الحسد في كتابه الكريم، بس احنا بنظلم نفسنا بيها. هي الكلام السهل المجاني ده هو ده سبب المشكلة بتاعتنا. استنى بقى نطلع نشوف تقريبنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية. ابقوا معنا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ما عندناش مية عشان نشرب شوية مية، بنطلع برا بالكاريتا اللي هي أبو الحمار لآخر الدنيا عشان نكب حبة المية دي. وبيتنا هودي مش عارفين حتى نعرشه، واللي من النطر بينزل علينا، تنزل المية على العيال كلهم في السقف كده بيشروا المية عليهم. بجيب مية من آخر الدنيا على دماغي، ما عنديش مية ولا عندي توصيلة مية، بجيب مية من آخر الدنيا على دماغي. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، وخير الناس من بين الأنام رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد أبدا ما دمت تقدر. النطر بينزل علينا وعلى عيالنا، واحنا هودي، وانت شايفين حالتنا هودي، وشوفوا المطبخ بتاعنا والباب كله وسقف جريت، والله العظيم الباب مليان فيران وحشرات وكل حاجة. محتاجة وكل حاجة زي ما انت شايفين العقيدة هي، ومحتاجين تلاجة، محتاجين اي، والعقيدة دي تتعاقد كله زي ما انت شايف حالتنا. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أم هاشم متعيطيش يا أم، متعيطيش، احنا هنعمل لك كل اللي انت عايزاه. أهل الخير هيعمل لك كل اللي انت عايزاه، متعيطيش بالله عليك، احنا كلنا أولادك. قولي انت عايزه ايه؟ عاوزين غساله، عاوزين ثلاجه، عاوزين فرن مغرده ونخبز في رغفه للعيال بس، والعريشه دي تتعقد للولده دي. ينفقون في السراء والضراء ليهم يا رب جنه عرضها السماوات والارض، وانفقوا ان الله يحب المنفقين. كل اللي عايزاه غسالة وتلاجة وبوتاجاز وبتاعه سقف. هي ما عندهاش حاجة خالص، وبرضو لما تكلميها حضرتك تقولك الحمد لله. طيب الحمد لله، طب حضرتك لازم تقولي حاجة عشان المنفقين يبصلك يعملوا لك حاجة. هي ما عندهاش سقف ولازم ينعمل لها سقف، ما عندهاش مية ولازم يركب لها مية، ما عندهاش بوتاجاز، ما عندهاش، وعندها عيال أطفال صغيرين يعني بيعملوا حاجة كده، بيجيبوا شجر ويولعوا فيه عشان يطبخوا عليه. عندنا في الفلاحين بنسميه كانون، عندنا في الفلاحين بنسميها راكية. لما تعمل الكلام ده وحد من الولاد دول حاجة يعني تطير عليه، تطير عليه، ممكن تولع، ممكن تولع في 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 هدومه، ممكن تولع في 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 البيت كله. يبقى احنا عاوزين لها بوتاجاز، وعاوزين لها حاجة الولاد دول يناموا عليها، وعاوزين لها نعمل لها مية، وعاوزين نعمل لها سقف. وعلى فكرة دي حالة حضرتك من 100 حالة في المكان، والله العظيم من 100 حالة في المكان. سعر السقف كام؟ عاوزين 100 سقف، السهم في السقف ب 5000 جنيه،
عاوزين حاجات بسيطة جدا للست دي ان شاء الله يا رب هنجيبهم لها مستعملة هي راضية، بس يكون عندها حاجة آدمية تعيش عليها عشان الولاد دول ما يبهدلوش معاها. نعمل لها الأرضية اي حاجة، نعمل نركب لها بابين وشباكين عشان ربنا يسترها زي ما سترتوا الناس اللي فاتوا، وهنستر الست دي وهنستر غيرها بإذن الله رب العالمين. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لو انتوا عملتوا حاجة ليها هتفك كربتها، ومن فك كربة من كرب الدنيا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. دايما ببقى واحنا حوالينا كده تلاقي واحدة او واحد مشغولين بيوضبوا بيتهم او بيستقبلوا فرح جديد او عندهم مناسبة كبيرة، ويجي سائل يقول لهم ايه من فضلكم ممكن تساعدوني في كذا، فيرد يقول له والله ما قادر، ده انا بجوز ابني، والله ما قادر، ده انا بجهز في بنتي. الرد ده انا بستغربه قوي. هو بيقفل على نفسه ابواب الخير، بيقفل على نفسه ابواب الخير. ما انت لما تدي ربنا هيديك. صح. لم ان يا عبدي انفق انفق عليك، اديت انا هديك، اديت جنيه هديك 10. طب انت مستني ايه؟ طب ما تدي ربنا سبحانه وتعالى، وتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده، ربنا هو اللي اعطى وخد العهد على نفسه ان اللي هيدي هيديله. انت لما هتبص للمساكين ربنا سبحانه وتعالى هيبص لك، هتبص للناس المحرومين ربنا هيبص لك. شفت الناس اللي ما عندهاش ميه، دخلت لهم ميه، عملت لهم بير، عملت لهم كذا، عملت لهم كذا، ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيسيبك، لانك انت اصبحت من المؤمنين، من المحسنين، من المتقين. ليه ربنا سبحانه وتعالى يا مولانا عمل لنا الصدقه في حياتنا؟ ليه احنا كمسلمين عندنا الصدقه دي شيء مهم؟ التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي سمة من سمات المجتمع المسلم. ان انا احط ايدي في ايدك سمة من سمات المجتمع المسلم. ان انت لو قلت انا اللي احس بتعبها سمة من سمات المجتمع المسلم. طب الكلام ده انت جبته منين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. يعني انا لما اجيب على الشاشة قدام حضرتك وقدام السادة المشاهدين اجيب لهم واحدة بتبكي، طب انت مستني هيجي لك نوم ولا ما يجي لك نوم؟ انت لازم دلوقتي حالا تتصل وتقول يا مؤسسة فعل الخير الخيرية شوفوا لي الست دي فين، وانا هعمل لها السقف بتاعها، هعمل لها وصلة المية بتاعتها، انا عندي بوتاجاز تعالوا خدوه وادهولها، عندي السرير تعالوا خدوه وادهولها. لازم كده. وده التكافل الاجتماعي اللي عمله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لينفق كل من دينار او من درهم او من مال او من ماء، يعني اللي عنده حاجة ينفق منها وينتظر عفو الله سبحانه وتعالى. ربنا في الصدقة ما قالش امشوا في مناكبها، ولكن في الصدقة بالذات قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. تعالوا شوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جامعة محتاجة كهرباء ومية وفرش، هو الموجود يعني في التجمع معنا ونصلي فيه. احنا محتاجين بلاط، محتاجين محارة، محتاجين فرش، محتاجين مية، برمية ان شاء الله. لقينا التجمع كبير جدا، لكن لما شفنا المسجد قلنا لازم نشوف المسجد ده حكايته ايه. لقينا المسجد ده مأموم، الناس كلها بتصلي فيه، لكن للأسف ما فيهوش فرش، ما فيهوش نجارة، ما فيهوش مية، ما فيهوش أي حاجة تدل على أن هذا المكان يليق بعبادة الله سبحانه وتعالى.
الجامع ما فيهوش اي ما مش متشطب خالص، ما ولا فرش ولا سباكه ولا كهرباء ولا اي حاجه. احنا ان شاء الله محتاجين يعني اللي يقدر يساعد يحاول يساعد باي حاجه. في برضو طلاب او عيال صغيره بتحاول تيجي تحفظ قران هنا. محتاج بلاط، كهرباء، ميه، نجاره، وزي ما حضرتك شايف الباب كده صاج مش حديد. عايزين ميه عشان خاطر نصلي مع بعضينا، ده جامع كبير قوي. وجزاكم الله خير. محتاج سباكه، ومحتاج نجاره، ومحتاج جليز طبعا الارضيه. وزي ما حضرتك شايف الميه ما فيش، الميه العيال يقوا فوق من 200 طالب يقروا هنا يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. ما فيش ميه، اللي حاجة تشرب ميه يمشي بتاع كيلو علي مش يشرب ميه من النيل. المسجد ده الوحيد اللي في القريه هنا. احنا صراحه محتاجين نشوف الجامع ده متشطب، عايزين محاره، عايزين بير ميه، ما فيش بير ميه للجامع. يعني الناس تيجي هنا عايزه تتوضا ما نلاقوش ميه خالص. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقاذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. محتاج أجر ربنا، محتاج عطاء ربنا. حط إيدك في إيدين الناس دول عشان نكمل المسجد ده. عايزين محارة، عايزين بير مية، مفيش بير مية الجامع. يعني الناس تيجي هنا عايزة تتوضى ما لقوش مية خالص. عايزين مية عشان نصلي مع بعضينا، ده جامع كبير قوي. يا مولانا دايما بنبقى عايشين في الدنيا كده ومش واخدين بالنا ان في حوالينا واحد ربنا كان راضي عليه قوي ورزقه قوي وبارك له قوي، بارك لنا بسببه. لما بيمشي من على وش الدنيا بنكتشف ده. يعني ابسطها لك، يجي واحد يقول لك انا الخير اللي انا فيه ده كله بسبب امي الله يرحمها، بسبب رضا ابويا الله يرحمه. هو مشي، هو مات، يقولك ما كانش ابدا بيبخل على حد، ما كانش بيقول لحد لا. امي دي ما كانتش بتقول لاي حد لا، فربنا رضاني بسبب. هو عارف ان السبب اللي هو فيه ده بسبب الست دي. هو احنا نبقى من دول ازاي لاولادنا؟ صاحب الحاجه ربنا سبحانه وتعالى لما بيرضى عليه بينور له بصيرته. هو ابن واحدة ست وابن راجل طيب، ابن راجل طيب كان بيجبر الخواطر، فربنا هيجبر خاطر الراجل اللي مات في ابنه. رب كان بيدي وكان ما كانش بيقفل بابه وكان بيأكل عيش، لان اكل عيش ده لوحده منزلته كبيرة قوي قوي قوي. والاب لما يبقى كريم اكيد ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه في اولاده. بس يا ريت الابناء يطلعوا زي الاباء وزي الامهات. انما لو داروا شمال اقروا سورة البقرة وانتوا هتعرفوا الراجل لما ما عملوش زي ابوهم ما عمل ربنا حرق لهم الجنينة فاصبحت كالصريم. حكاية احتياجاتك بسرعة كده. احتياجات مؤسسة فعل خير في الفترة اللي جاية دي مهمة جدا. 30 بير في بني سويف، 25 بير في مطروح، 10 ابار لمساجد، عاوزين 100 سقف، عاوزين 100 وصلة مية، عاوزين كمان 1000 كرتونة. ده احنا داخلين على شهر رمضان ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يجعله في موازين حسنات. ولو نسينا الدنيا كلها مش هننسى حبايبنا اللي مدين ايديهم بالخير لمؤسسة فعل خير. هيبصوا على التليفون وهيتصلوا بينا، وهنشكر الحاج ياسين وهبة سعفان من السنبلاوين، من الناس المحترمين من المنصورة واهل المنصورة باذن الله. ربنا يبارك لنا فيكم جميعا، وان شاء الله يبارك في حضرتك، ودايما نتقابل في الخير. شكرك يا مولانا، نورتني وشرفتني، وشكرا مؤسسة فعل خير. شكرا لحضرتك جدا. تعالوا بقى اخدكم واروح لدنيا الله يرحمها ومحافظة الفيوم، ابقوا معنا. بشيل الغطا مع اختي، بتعدى الطعنات في رقبتها. مين اللي موتها؟ محمد جابر قتلها.
البابا ده ما هو الدنيا قتلها كيف؟ استحملت ده كله استحملت الدبح والطحنات دي عشان قتل ولاده. قتلها بوطعنها 50 طعنة. احنا كل عايزينها تاجلها مضروبه، ما كناش عايزينها تاجلها كده. نزلت بكامل التفاصيل في محافظه الفيوم، نزلت علشان خاطر المرحومه دينا، ام وزوجه جوزها قرر ان هو ينهي حياتهم بطريقه بشعه وصعبه جدا. بنجوز بناتنا عشان نحافظ عليهم ويكملوا حياتهم، علشان غدر الدنيا، علشان في يوم من الايام يبقى هو الراجل ده سندها وظهرها وحمايتها. لكن مع الدنيا ما حصلش كده، شافت غير ده خالص. فجأة قرر ان هو عايز ولد من ولادي يقدمه قربان للجن عشان اثار، بيفتح وبيحفر وبينقب على الاثار. هي رفضت، مسكوا في خناق بعض موتها. تعالوا نعزي اهلها ونسمع منهم الحكاية بأدق التفاصيل على صدى بلدته. يعني في يد مساعدة في كده، في واحدة لو عندها دين تمسك الهدوم كده من على القتيلة وتغيرها. في الحقيقة بتبقى لحظات صعبة جدا على كل بيت وأسرة وعيلة لما بيجي لهم خبر بنتهم بالشكل ده، بتبقى صعبة حقيقي. يعني ايه انا بنتي سايبها في بيتها، في اكتر مكان امان ليها، في اكتر مكان انا ببقى مطمن عليها فيه، ويجي لي الخبر منه ان هي اتقتلت، بتبقى صعبة. ربنا يهون على كل واحد شافها، ويهون على كل حد مر بظروف صعبة زي دي. قلبي عندكم. تسلم. مين بلغك؟ والله بلغني ابن خالي. تمام ماشي، كنت في المحل وجا بلغني، بس ما قاليش مباشر يعني، قال لي تعال المستشفى اشوف. الساعة كام؟ الساعة حوالي 8:30 9 ضرب كده الصبح يعني. تمام، رحت المستشفى في ايه؟ محدش رد عليا. تمام، سألت والدته في ايه؟ قالت له اختك الازاز وقع عليها. ازاز وقع عليها، دخلت اشوف اختك التعويرة ولا فيها شيء يعني، خدت شيء بسيط ولا حاجة يعني. دخلت يعني بشيل الغطا على اختي، اتعدى الطعنات في رقبتها. طعنات جامدة يعني. تمام، واخدة في صدرها برضو طعنات جامدة. ماشي، طبعا في الدكتورة اللي هناك قالت لي لازم اشوف في ايه. تمام، في الجنب هنا ماشي، واخدة طعنتين، واخدة انا في بطنها برضو يعني ايه زي دبح كده في بطنها. هو كان بيعمل ده كله بايه؟ بالسكينة يعني. وليت اصلا يعني هي الميتة بقى يعني مش من دوات هم جايبينها، لا دي ميتة منكم 3-4 ساعات قبليها. اسمها بارد. اسمها بارد. تمام، يعني ايه والضرب اللي هي مضروبه ازرع في جسمها يعني، مضروبه 3-4 ساعات، مضروبه من بالليل وهي جايه الصباح. ومش كده كمان، ملابسها الداخليه والخارجيه متغيره، يعني في يد مساعده في كده، مش كده بس يعني. يعني ازاي يعني؟ ما شفت الملابس، ما فيش دم على جسمها خالص ولا في اي حاجه، وفيها عده طعنات وضرب، حتى رجليها فيها كتمات، في جسمها في كتير، جسمها متشوه خالص. طلعت بقول له والدتها ايه ده؟ تقول لي ازاز. قلت لها ازاز ازاي؟ حرام عليك، ازاز ده يعني؟ ده جسمنا مش مقطع خالص، ازاز. تمام، فماشي عرفت ان هي ان هو كان في بيتها حاجه فيها ازاز تستدعي اللي هي تتكسر عليها كده. مفيش ازاز ايه؟ وخليه ازاز يعني، ازاز اي. وبعدين في طعنه في ظهره اساسا، ماشي، في طعنه في ظهره يعني، معلش برضو اسمى ظهره كده، طعنه جامده. تمام، هي كام سنه دنيا؟ 29 سنه. تمام، فانا تمام ده ابن خالي وصاحبي، بس انا عاوز اعرف هو عمل لي كده. عرفت ان ايه، كان في اختي بالليل كانت شجره مع بعض يوم، هي راحت عند الجيران. تمام، ده الكلام ده يعني من بعديها يعني، عرفت ان ايه اللي حصل. كان عاوز ياخد الواد الصغير اللي عنده 3 شهور، بقول له اتبعه على ايه، انه كان بيبحث عن اثار. تمام، من فتره طبعا كان عندهم بيتين على بعضهم. بعد البيت الاولاني ما الشيخ قال له ما فيش، ماشي ولا الوهم بتاعه ده، الدجل والحاجات دي كلها، بيحط من فتره على الاثار، قال له مفيش، جابها في البيت الثاني، قال له مش عارف يعني هو بهدل البيت والدايره اللي قاعد فيه. تمام، ماشي ورا المشايخ والسيار الدجل وده كله. وعايز ابنه عشان ايه؟ عشان يتباعه طبعا. الشيخ بيطلب منه انه ايه يجيبوا له مقبره يتفتح، علشان ايه تفتح الاثار، تفتح الكنز، انا مش عارف، لازم انا عايز دم والسيار دي كلها. قال لي انا هذبح الولد الصغير. طبعا انا خد ابنه وطلعت بره. مش شكت لكش اختك؟ لا، انا لما شوار البحث هو من زمان عامه يعني،
طب انت ما اتكلمتش مع جوز اختك؟ كان كتير الصراحه يعني. قلت له ايه وكان بيقول لك ايه؟ هو قال لي ده ابحث معاه انزل معاه بطه. لا كنت قاعد عنده وهو شغال ماليش دعوه. انا بقعد معك صاحب لي حتى لما جوز اختي يعني انا مصاحبه يعني من فتره يعني وبترمون مع بعضينا تمام. قريبكو؟ اه ابن خالي يعني ابن خالي. حد كبير في العيله يقول له يا ابني اللي انت بتعمله ده غلط؟ والله هو ابوه راجل طيب يعني هو يعني بيفتر على والده كتير حتى قاعد من غير شغل بيصرف من والده تمام مصروفه كله من والده وهين والده برضه في الشارع قدام الناس والشارع كله المنطقه كلها عارفه يعني تمام. هي اختي احنا كذا مره اخر مره جت فيها كانت ضربها تمام انه قاعد في البيت ما بيعملش حاجه العيل عمل حاجه ممكن يضرب العيل يضرب المره قاعد ما بيعملش ولا بيصرف يعني قاعد ياخد من والده يصرف بس يجيب السجاير ويعمل بس شغال عند البحث والدنيا دي كده ده اللي دار معاه. اخر مره جه ضربها والده قال لي هنمشيها نعمل له محضر قلت له يا عم خلاص عملنا المحضر ده عشان اطلعي مرضتش رفضت راحت نزلت في المحضر من ورانا من غير ما احنا نعرف عشان عايزه تعيش وتربي عيالها. يعني عندها كم ابن وبنت؟ عندها بنت عندها 5 سنين وعند الواد 3.5 والواد عنده 3 شهور ولا 4 شهور ده. كم سنه؟ 29 سنه. جوزها بقى لها كم سنه؟ 6 سنين تمام؟ ومن عليه ابنه؟ والله استاذ اللي ماشي تمام في المشوار مشوار الدجل ومشوار الكلام الوهم بتاع اللي داير ده البحث واثار والله هنا على حتى ابوه نفسه مش ابنه بس يعني انا يعني احنا كنا ماشيين مع بعضينا وسمعنا عن ده كتير هو نفسه كان بيقول لي يعني مين اللي يعمل كده في ابنه هو نفسه كان بيقول لي كده بس لما مشوا المشوار ده يعني وانا حذرته المشوار ده المشوار ده وحش المشوار ده وهم بيوهم دماغك بيوهم ما بيخليك تعمل اي حاجه عشان تطلع ده وهو ده مش موجود اساسا انت بتبحث بتدور على وهم في الارض يعني فهم ده وهم الدجال ولا اللي بيقول لك كده بيوهم دماغك بيخليك تحس ان انت هيفضل ياخد فلوس اكيد بياخد فلوس يعني اما الباقي ليه يعني ما هو ده كان بيضحك عليك عشان ياخد فلوس وانت بتعيش في الوهم بتاعك هو يقول انت بتصدق وانت حر احنا لفينا وعملنا كتير مع بعضنا ورحنا وجينا ده كنا بنقعد تخريف هو بس هو اللي مشي قال لك ده انا مش عارف عندي الارض انا بتعمل ايه بتقعد بتعب فيه عنده اصوات ده كذا واحد قال لي مش عارف ايه قلت والله المشوار ده يعني من فتره يعني مش من دوات المشوار ده بلاش منه. خافتش على نفسها؟ لا ما خافتش على نفسها خافت على عيالها عايزه تربي عيالها عايزه تعيش بعد الضرب ده كله بعد الهنا دي كلها هي عايزه تعيش عايزه تربي عيالها. بالليل لما قال لها الكلام ده تمام ناخد الواد الصغير ماشي هذبحه وكده يعني عشان الاثار والدنيا خافت طلعت تجري في الشارع تخبط على بيت والده محدش طلع يعني وحد يذبح ابنه. والله يا استاذ هو المشوار ده بتاع اللي بيخليك في جهل تام متكمل عايز تعمل اي حاجه عشان تطلع تحت الارض بس مفيش السهاده ديت يعني كله وهم الصراحه. انا وقال قدام الجيران وصوته جايب اخر الدنيا اللي هو عايز ابنه عشان يذبحه يحط قربان. مش هقول قدام الجيران كده هو قال له مراته اللي هي والده الاولاد هي في الشارع طلعت خايفه على اولادها جا قدام الجيران حايلها وبس في راسها وفي ايدها ودخلها البيت تاني. لما جه ياخد الواد جريت على بيت والده بقى فضلت تخبط لحد ما والدته طلعت قالت لي ابنك عايز ياخد الواد ويذبح على المقبره وكده زي ما بيقول تمام. قالت لي بتر تخريف وابن الجنه مش عارف راحت قافله الباب في وشها تمام. هتروح فيها الساعه 1 بالليل الساعه 2 بالليل هنا عندنا هنا في البلد يعني الساعه 10 بقى كله نايم من ساعتين يعني هنا ارياف شويه الناس بتنام بدري اللي عنده مصلحه عنده شغل عنده حاجه الناس بتنام بدري بتشوف شغلها. هتروح فين؟ كان هي استنجدت بحماتها حماتها قفلت الباب في وشها 7 الصبح يعني على الكلام برضو ايه كان في صوت صريخ كان لسه يعني كانت شكلها طعنها يعني وطعنها قدام اولادها كمان او ذبحها قدام اولادها ابنها الصغير يعني يقول لك ايه يعني بابا ده موت الدنيا تمام. الصغير عنده 4 سنين بيتكلم يعني بس عارف يعني موت الدنيا بالسكينه عيل صغير الواد اصلا لحد دلوقتي عيل صغير ما اعرفش حاجه على طول يعيط يوم مفزوم. شفت اختك وهي في المستشفى؟ شفتها في المشرحة. اخر مره قابلتها قبل ما تموت امتى؟ قبلها بثلاث كان عندي يوم الاحد الحادث كان يوم والحادث كان يعتبر كان يوم الاربعاء بالليل او الخميس. عامله ايه؟ كانت حلوه عادي بتاعتها كانت جت تجلس اصلا عندنا بتاع 3 4 ايام تمام. وهو رن عليها ماشي رن على ما حاش تليفون يعني عامه رن على والدي اعطاها كلمها لازم انت تروح البيت فقلت لها جوزك فقالت لي جوزي في مصر هيشتغل طب جوزك بقاله سنين ما بيشتغلش ومن انت بيشتغل يعني قدامه الشغل قدامه من انت بيشتغل
اتاري هو كان رايح مثلا يتكلم مع حد عشان يزود لك اطلع الاثار وبتاع ورتب حاله ورتب دنيته عشان يتم الموضوع زي ما بيقولوا ولا اي حاجه من ده كله. فروحت اعتبر سمعنا خبر من 5 الصبح تمام، بس هم كان فيهم شجرة من بعدهم بالليل، هو طلعنا من بالليل مش الساعة 8 الصبح ولا الساعة 7، لا طلعنا من بالليل ندم يزي. والله أنا عايز يعني العدالة الصح، يعني إن هو ده قدام ما ينفعش إلا كده عشان عبرة لغيره. بشيل الغطا مع أختي يتعدى الطعنات في رقبتها. مين اللي موتها؟ محمد جابر قتلها. بابا ده موت الدنيا. قتلها كيف؟ استحملت ده كله، استحملت الدبح والطحنات دي عشان خاطر ولادها. قتلها بطعنها 50 طعنة. احنا كنا عايزينها تجينا مضروبة، ما كناش عايزينها تجينا كده. قلبها عندك ربنا يصبرك. حضرتك ولدتها؟ نعم. مين بلغك بوفاتها؟ ابني رن عليا وانا كنت في الغيط وبهش بجيب لي حشيش للبهاي، وقال لي اختك ماتت. اختي ماتت. مين اللي موتها؟ محمد جابر قتلها. قتلها كيف؟ لا عشانها. قتلها بطعنها 50 طعنه. 50 طعنه ضربها؟ ايوه شفت الضرب فيها. قلت يا ابني انا جاي لك يا ابني موتها. لا عشانها. عملت ايه؟ والله انا عاوز العداله بس، يا ريت تديني حقي بعد ربنا. قالوا لي هي كانت غضبانه وانت خدتها وكانت مضروبه برضو ورحت عملت ام واحده وعملت لها تقرير طبي وقدمت فيه. مضروبه جامد؟ ايوه مضروبه جامد. كانت حامل يوميا، كانت حامل ومره بتلد عاد 4 أشهر أو 5 ولدت عندي وانا بمقدم فيها مش هروحها. فضلت حايله عليا وقالت لي يا بابا هروح عشان عيالي. يا بنتي ده ولد مجنون كل شويه يضربك، حرام عليه. بيضربك ليه؟ قالت لا انا هروح عشان خاطر عيالي رب عيالي، وانا اللي وهي اللي سببت. قالت انا اللي سببت ان انا اخدته وهو انا اللي استحمل، وانت ذنبك ايه؟ ما خلاص نصيبك كده مالك. انا برضه انا ايه كان بيحبها؟ يحبه برس يحبها، وده يحب حد يحبه ده يحب اللي موت يحب يحب كيف ده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. رحت انت عامل لها محضر وقلت لها ما تروحيش؟ محضر وعملت لها تقرير طبي وديتها المحكمه وقدمت فيه بالنفى وقدمت فيه بالفرش وكل عايز اخلص منه، ما عشان ده مش بني ادم ده ما ربيتها وعلمتها لك زي ده موتها وام تلبسها تزحمها وتلبسها وتغيرها الهدوم، تاخد الهدوم تخبيها لما الغران ذم وتطلع تقول للناس البنت غمى عليا ميتة من يمكن من الساعة 2 وموتها وطعنها ومشي، وقال لي ابانا موتها وتلبسها وتغيرها وتطلع تصور تقول للجيران البنت مرض محمد غمى عليا. الناس جت تجري يا هدومها ما فيهاش حاجة، غيرت الهدوم اللي كانت لابساها اللي فيها الدم وراحت ملبسها هدوم نظيفة. ينفع؟ احنا طالبين من العدالة. تقصوا تقصوا قص احنا تقصوا. ورجال الشرطة تشكر برضو رجابته ورجال القضاء طالبين من الله من رجال القضاء انهم يقصوا. هو والدته ما قالتلوش اللي انت بتعمله ده غلط وانت بتدمر حياتك؟ عمال تحفر هالبيت هيقع علينا. والدته عاوزه فلوس، عاوزه فلوس من تحت الارض، عاوزه تطلع فوق. هتجيب من تحت الارض وتطلع فوق، عاوزه تطلع فوق. والدته عاوزه يبقى منيره وتركب عربيه وتجري تموت الناس وهي سنجت بابنها. راك هتموت ولادها كلها وهي عاشت، مش ولاده كانوا يغربهم في داي، بس هي بقى ما قدرش الحمار قبل ما موتني انا. طب وذنبها ايه يعني؟ قالوا لي ان ابوه كلم حضرتك وكان عايز يجي يعزي يعزيك المصيبه دي. لا ما تجيش، انت تموتوها وتطلع في جنازتي؟ ينفع تموتني وتجي تطلع في جنازتي؟ قلت له ما تجيش ولا عاوز اشوفك. انا ما ذنب ذنب ابنك، ما انت اللي عملته كده. ما قلت لهاش الواد ده هيضربك ويموتك؟ قلت كتير. قالت لا انا هاخده يا بايا وخلاص هاخده.
تاخدوك يا بنت، ده احنا العالم ده خلاص مش عايزين نشوفهم خالص. هلدي هياخدوا نصيبك دي وتضرب عشان هي اللي قالت انا هياخدوا، وتضرب وتستعمل الضرب ويرمخها ويضربها عشان قالت انا اللي هياخدوا. انا اقول لي يا بنت انا من الزمن وقعدي وخلاص بقى مش مهم ولا انت تروحي ولا تيجي. تقولها زي بعض عشان خاطر عينك ربنا يهديك. الله يرحمه ويغفره، ربنا يصبركم. بشيل الغطا على اختي يتعدى الطعنات في رقبتها. مين اللي موتها؟ محمد جابر قتلها. بابا ده لو الدنيا قتلها كيف؟ استحملت ده كله استحملت الدبح والطعنات دي عشان خاطر ولادها. قتلها بطعنها 50 طعنة. احنا كنا عايزينها تجينا مضروبه، ما كناش عايزينها تجينا كده. يمكن طول الوقت بتسمع كلمه واحده، بتسمع ان هي كانت عايزه تعيش، ما كانتش عايزه تتطلق، ما كانتش عايزه تبهدل ولادها. طب جزتها في الاخر اللي هي تموت الموته دي، ان ولادها يتحرموا منها وهي تتحرم منهم علشان ايه؟ طب هي عملت ايه؟ عشان كلب. قالوا لي انت اللي مربيها. انا اللي مربيها، انا دخلت عليهم كده. انا مع ابوهم دلوقتي بقى 20 سنة، وانا اللي مجوزتهم كلهم. انا اللي مربياها، عيالهم دي اتولدت على قدية، عاشت معايا اكتر ما عاشت من ام عمها، وانا اللي ربيتها لحد مرة وقفت في وشي قالت لا هياخدوا. وساعتها كلكم زعلانة ما تدخلونيش. جت مرة كنتوا رافضين الجوازة دي؟ ايوه جت مرة واتنين مرة، جتنا دراعها كده فتحوا بالفيشة بتاع التلفزيون وحالها زرقة. ابوها واخوها الاول قالوا لها هنعمل لك تقرير طبي، قالت لهم لا مش هعمل، وما رضوش تروح معاهم. تاني مره جات واخوها روحها، وتالت مره بقى دي جات كانت حامل بالواد الاخراني ده، قعدت عندنا 4 أشهر. جايه بقى عامله ايه؟ كانت جايه ضربها. طب ضربها ليه؟ ضربها هو من ساعه ما قال يا هادي في البحث في البيت، وقال يا هادي في البحث ما فيش، تيجي ياخدها تقعد 3 أيام عنده وتيجي تقعد عندنا 15 يوم. عايز يغضبها تقعد عندنا 15 يوم، البيت يبقى فاضي. ايوه. نهار ولدت قالوا احنا هناخدها، ورجعوا قالوا لا لسه ما مسحناش البيت ولا عملنا البيت. ابوها قال لهم مش هتروح بنتي، مش هتروح. جخلها خدها نهار السبوع، جخلها خدها نهار السبوع، روحت مرة واثنين وثلاثة، وجاي مبسوطة وجاي عندنا يوم الحد سلمت علينا وقاعدة، قالت انا هقعد 4 أيام. قلنا لها يا مرحبا اقعد الـ4 أيام عندنا فرحة نروح. قالت لا انا ما اقدرش اكسر كلام محمد، ما درينا حضرتك الا بالليل الساعة 10 يوم الحد لنا تلفون ابوها يرن. اديني البيت. قلت له بنت مين؟ قال لي مراتي. الدنيا. قلت له هاي خد يا دنيا كلمة جوزك. راحت واخدها قال لها لازم تيجي دوقت، كانت الساعة 10 نهار الحد. قالت له يا محمد ما انت قايل اقعدي، الجو برد على العيال. قال لي قايل اقعدي. قالت له لا. قال لها لا تيجي دوقتي. مشيت بحبيت البيت. ما جاش خدها ليه؟ ما جاش. قال هو بقى كان في مصر، هي قالت ده راح يشتغل في مصر. شالت العيال الصغار على دراعها، وجاز العيال التانيين ركبوا في التوك توك، والعيال الصغيره دي ودتهم ركبوا معاها لحد ما روحت. شوف مروحه من بيتنا الساعة 10 يوم الحد، يا دوبك كسرت الاثنين والثلاث، واللي معمول فيها معمول من الليل الاربع بالليله الاربع بالليل. ابوها في الغالب زي ما انت شايفها راجل كبير زي كده، واللي كان قاعد جارك ده اخوها رنوا عليه قالوا له روح لاختك في المستشفى. قالوا ده غنى عليها من الضرب ولا بها حاجة. راحوا له المصيبة قدامه. أبوها رجل كبير وأخواتها إحنا ناس غلابة، وطلبوا اللي هم قالوا لك عليه، وطلبوا عشان خاطر أبوها وخاطر أخواتها. ما حذرتهاش يعني؟ دايما الستات لهم لغة مع بعض. بقول لك وقفلة في وشها كلنا، حتى أنا سأقول أخواتها قالت لا هاخده لا هاخده. لا ولما اتجوزت وكان ابوها عمل لها محضر وقال لها لا انت تتطلقي. لما اتجوزت وجت عملنا المحضر واخواتها وابوها قالوا لا مش هتروح واحنا هنطلعها على كده. ايوه. جو لها مره واثنين قالت لا هروح عشان ولادي، قالت هروح عشان ولادي. طفل فضى الطفل عنده 4 أشهر. بشيل الغطا على اختي يتعدى الطعنات في رقبتها. مين اللي موتها؟ محمد جابر قتلها.
البابا ده ما هو الدنيا قتلها كيف؟ استحملت ده كله استحملت الدبح والطحنات دي عشان قتل ولادها. قتلها بوطعنا 50 طعنة. احنا كنا عايزينها تجينا مضروبة، ما كناش عايزينها تجينا كده. الله يرحمك يا دنيا ويغفر لك. جرس الانذار هنا مش في كل الوقت نخبي على عيالنا ونداري وراهم، مش كل الوقت انت مضطرة انك تبقي السد المنيع في وقت لازم تقول له اقف بقى، انت هتجيب لي مصيبة، انت هتعمل مصيبة هتضيعنا كلنا. تشتكي لابوه لاخواته لعمامه لخلانه، اقف مكانك، ده مهم. هو كان بيحفر في بيته، بعد كده ما كفاهوش ما لقاش فيه، راح رايح حفر في بيت تاني، طلع تجري لحماتها تشتكي. الله يرحمها دنيا قفلت الباب في وشها، تجنيتي يا دنيا، هو في راجل هياخد ابنه وراح يحط لمقبره ويقتله؟ وقد كان وقت الجريمه. هقول ده تاني، مش طول الوقت احنا محتاجين نداري ولا ولادنا، لا، في وقت لازم احنا المصد. اقف بقى، اقف مكانك، اللي جاي مصيبة على الكل. حق دنيا رجع بإذن الله، فيش قرش بيجي في غنى غير بشقة وتعب، شقة وتعب هو اللي بيعمل الغنى. الأوهام دي أوهام بتسخرها شياطين توديك ورا الشمس. نسيب دنيتنا دي خالص، واثقة جدا لحق دنيا راجع بإذن الله، لأن احنا بنثق في العدالة المصرية. جاي معانا ينال، أيام بسيطة جدا وبنستقبل شهر رمضان الكريم، أيام بسيطة جدا وبنقف نقول جه شهر الخير. احنا كمصريين لينا عادات وتقاليد، ايه هي عاداتنا وتقاليدنا؟ انتوا عارفين اكتر مني. اول يوم رمضان بنقعد، يمكن احنا الناس مننا عارفه هي هتعمل ايه على الفطار من دلوقتي. خلاص طيب، في ناس وسطينا عندها حاجه بعد رمضان، يعني مش عندهاش فرصه ان هي تبقى زادت قوي وزنها اختلف قوي، فدول عندهم حاجه فمحتاجين ان هم يبقوا يطلعوا من رمضان في شكل حلو جدا. ده ممكن؟ طب في حد بيعمل كده؟ او في رحبوا معايا بدكتور محمد ترك، استاذ بكليه الصيدله. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. منوره الدنيا كلها. انت اللي منورني ومشرفني، ربنا يخليك. يمكن انت من الناس، يمكن شاب وفي عز شبابك طول الوقت بتفكروا عندكوا حاجه تغيروا وتكبروا وتنتجوا، على عكس شباب تانية خالص بيقولك بيحفر عشان يطلع. قلت لي ليه في حل، طول الوقت بتقوله بتراهن ان في حل، في حد يقدر يدخل الايام اللي جاية دي ويخرج وهو عامل اللي هو عايزه. اتكلم انت عنه واكل اللي هو عايزه، يعني دي مهمة دي. عشان ما نحرمش حد، احنا مش عايزين نحرم حد. بصي احنا داخلين على ايام طبعا مفترجة، او شهر الصيام بالظبط كده. احنا اصلا بنصوم يعني فترة طويلة جدا، ممكن توصل ل 14 ساعة من الصيام او اكتر. طبعا ما بعد ده، بعد 14 ساعة من عدم الاكل وعدم الشرب، بيجي عندك احساس او شعور، وده عند الناس كلها دي حاجة طبيعية، بيبقى عندهم شعور بالنهم شوية. بيبقى عارفة انت لما تبقي جعانة فترة طويلة قوي، تقعدي تقولي ايه، انا هاكل كيلو كفته وكيلو كباب وطبقين رز. ايوه، لو حد طلب اكل في مطعم وهو جعان جدا بيطلب اكل كميات كتير جدا. اكتر، دي مشكله على فكره في الطلبات، اللي لما بنيجي نطلب الاكل. أيوة. يا بنطلب اكتر يا بنطلب اقل. ليه؟ لان احنا مش بنبقى حاسين. انا وانس ان انا حاسس ان انا جعان يعني بعمل زي ما بنقول كده سفره كبيره جدا. طيب انا مش هقدر امنعك من الاكل. ليه؟ في ناس بتفطر، انا عايز اقول لك بتفطر مرتين. يعني ايه؟ يعني بتفطر مع اذان المغرب عادي خالص، وبتريح شويه وتقوم داخله ايه الراوند الثانيه على الساعه 7:30 الثانيه، وبعديها بشويه كده بقى ناكل حاجات رمضان، الياميش بقى والايه والمكسرات والحاجات الحلوه دي، وقدام المسلسلات وقدام التلفزيون الواحد بينسى نفسه. طيب بنيجي بعديها للسحور، ناكل في السحور وننام. يعني انا قصدي ان النظام دوت هو نظام لو مشيت عليه هتطلع زايد في الوزن بصوره كبيره جدا. يعني انت لو فاكر ان الصيام هيخسسك فهو مش هيخسسك. انت بالنظام ده لو فضلت صايم وبعد كده اكلت طول الفتره اللي ما بعد الفطار
هتطلع من شهر رمضان زايد لك 10-15 كيلو. كتير قوي. طيب بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في حاجة او بنتكلم في الياف طبيعية انها تقدر تخليك مش بس تخس، لا بقى ده اللي بنراهن عليه وده الجديد، انت مش بس هتخس في شهر رمضان او في غير شهر رمضان، لا انت مش هتتحرم من الاكل، ودي مهم ونحط تحتها كده زي ما بنقول ايه مليون خط. طيب المدارس في نقصان الوزن اختلفت، في ناس بتلجأ للمدارس الايه الادويه اللي سريعه كده، اللي انا اخد لي برشامتين اخد لي كبسولتين يسدوا نفسك شويه، يسدوا نفسك او يخسسوك او هم اللي يحرقوا لك او وات ايفر هم بيشتغلوا ازاي جوه الجسم بس يخسسوك وخلاص. طيب الادويه الكيميائيه ديت، انا شوفي انا صيدلي وبقول لك انزلي اي صيدليه، شوفي انا اللي بقول لك اهو انزلي اي صيدليه واطلبي اي دواء تخسيس من الصيدليه، اهو مش يعني مش مجهول المصدر، حتى الادويه الكبسولات البرشام اي دواء من ادويه التخسيس حلو، وطلعي النشره بتاعتها اللي هي اللي بيسموها البامفلت بتاعتها، هتلاقي الاعراض الجانبيه بتاعتها اكتر بالظبط كده، اكتر بكتير جدا بالظبط. يبقى انا بصلح حاجه ببوظ حاجه ببوظ حاجات انا بصلح ان انا ممكن اخس على طريق الادويه والكبسولات او الكلام دوت، وقدامها بيجي لي بقى اكتئاب، اعراض عصبيه ونفسيه، ضربات قلب زياده، نرفزة وبتخانق مع اولادي ومش طايق نفسي، مش بس كل ده يا سيدي اننا مخسسين يفتح الله. وهقول لك حاجه اكبر بقى، وانس ان انا بطلت الادويه اللي انا باخدها بيرجع عليا الوزن تاني، فاحنا هنا في معادله صعبه. صح نعم بالظبط كده، انت في معادله صعبه تخسي بس يجي لك امراض تانية؟ لا لا طبعا مش عايزين كده. لا فانت الناس اغلبيتها يقول لك ايه لا طب خلاص مش فارق، حضرتك وجراحات تخسي شعرك يقع مثلا، ايوه ياثر على حاجه تانية يبوظ لك حاجه تانية، فترجعي تقولي ايه يا ريتني ما كنت خسيت. طب احنا عايزين نخس دي بالظبط كده، الجديد بقى ايه او اللي بنراهن عليه ايه زي ما بقول دايما؟ لا احنا نخس، هننزل في الوزن. طيب واهم من كل ده ان انا مش بس مش هاثر على الحاجات التانيه، لا ده انا هحسن لك وظايف اعضاء جسمك، يعني شعرك هيبقى اقوى، بشرتك هتبقى احسن، الهضم بتاعك هيبقى احسن، كل ده يرجع لايه؟ يرجع لفكره الياف صوتي. يعني ما شافوش بعد ما يخس يقول انت مالك انت تعبان مثلا، انت ايه ده انت وشك مش، لا بالعكس ده انت هيقول لك انت ماشي بتعمل ايه؟ انت بتاكل ايه مخليك كده؟ ليه؟ لان الياف صوتي الميزه اللي فيها انها غير انها الياف طبيعيه زي ما بقول 100%، يعني الياف مستخرجه زي ما بنقول كده من الخضروات والفاكهه بنسبه 100%، ما فيهاش اي اداتيف او ما فيهاش اي زيادات كيميائيه، لا مش بس كده، دي هي بتعمل على يعني مش بس ان انا هخس وهشبع وهبقى زي الفل وهاكل اللي نفسي فيه، لا ده انا هظبط الفيتامينز والمينرالز اللي في ايه؟ اللي في جسمي، ده انا هظبط الهضم، لان احنا عارفين كتير ان في ناس كتير لما بتاخد ادويه يقول لك بطني بتوجعني من الادويه، لما ياخد ادويه يقول لك عندي قولون، لا الالياف الطبيعيه بقى بتعدي كل دوت وبتظبط لنا كمان ده، يعني مش بس هخس، لا ده انا في نفس الوقت هعالج او هظبط الاعراض الجانبيه بتاعت اي حاجه او اي مشكله عندي في الجسم. طيب في حاجه بقى مهمه ولازم نبقى واخدين بالنا منها كلنا، ان الالياف او الياف صوتي بتنزلني كام كيلو في الشهر، عشان ده بقى برضه مهم جدا، او بخس عليها كام كيلو في الشهر؟ لقينا ان احنا بنخس من 6 ل 10 كيلو في الشهر الواحد، وعايز اقول لك على المفاجاه الكبيره، من اول 10 ايام بنلاقي نفسنا خسينا 3 او 4 كيلو، وده طبعا رقم كبير جدا، خصوصا انها طبيعيه 100% وما بتاثرش زي ما بنقول كده او ملهاش اي اعراض جانبيه زي اي ادويه موجوده في السوق. طيب حد بيشوفني انا وحضرتك بتقول انا عملت محاولات كتير قوي وتعبت اجري ورا حلم وبدات احس انه سراب، انا خلاص مش عارفة أنفذ حلمي، أنا زهقت خلاص بقى، أنا مش مليت. مش إيه مليت من ال نديها فرصة صوتي؟ لازم طبعا لسبب، لأن أنا ما هديكي صوتي مش هقولك نظام، مش هقولك اعملي وما تعمليش، لأ أنا عايزك تاكلي براحتك جدا، شوفي أنت عايزة تاكلي إيه، وده يعود لفضل اللي في فكرة هو صوتي بيشتغل إزاي جوه جسمي. يلا بينا. يعني هو في صوتي هيخليني إزاي أكل اللي أنا نفسي فيه مثلا طب ما هتقولي طب ما هي ازاي ده انا هعملها ازاي؟ تعالي كده اوريكي الياف صوتي ممكن تعمل ايه جوه جسمي. انا دايما بقول ان الكوبايه دي هي ايه؟ ريبريزنتيف او ممثله للايه؟ للمعده بتاعتي. خلاص هجيب باكت من الياف صوتي عادي خالص، وبالمناسبه كده احنا بنقول الياف صوتي بتحتوي على كام جرام من الالياف الطبيعيه؟ 18 جرام من الالياف الطبيعيه، وده رقم صح، ده رقم كبير جدا من الالياف الطبيعيه اللي ممكن اخدها. يعني ممكن نطلعه من 3 كيلو تفاح ملي، ايوه على 2 كيلو ايه برتقال. انا عملت سيرش لقيت الموضوع صعب. طيب بصي انا عايز اوريكي حاجه، يعني انا حابب اني اوريها للجمهور. اول ما حطيته بصي عملت ايه على الميه، شايفه الطبقه دي؟ بصي سميكه السماكه دي. طيب هعمل ايه؟ هبدا اقلبه عادي جدا في الميه،
حاليا ايه بقى؟ انا كنت حاطط نص كوبايه ميه. بالنسبه للناس اللي بتسال كمان بحضره ازاي او بستخدمه يعني ازاي، انا بحطه على نص كوبايه ميه كده عادي خالص وبقلبه لغايه لما ايه يمتص كل الميه يشرب الميه دي. طيب هنلاقي ايه بقى؟ هنلاقي ان انا لو سبته كده، بصي انا وانس انا قلبته ايه قد ايه وقت؟ 3 ثواني صح؟ بصي عامل ايه الشكل، عامل ازاي؟ هو ده الشكل اللي بيحصل في معدتنا، بيحصل في معدتنا الكلكعه دي الايه السبونج ده، خلاص تملالي المعده كلها. طب وانس انها مليت لي المعده كلها، لما انا معدتي مليانه مش قادر اكل، هتاكلي ايه؟ هتاكلي اللي نفسك فيه ولكن بنسب قليله جدا. حل. بنسب لا تتعدى الايه اللي جسمك محتاجه، وبالتالي الجسم يحرق ونخس. لو وقفنا الياف صوتي في اي وقت عمرنا ما نتخن تاني، ما ياثرش على اي حاجه ولا على المخ ولا على القلب ولا على اي حاجه، عشان هو بيشغل بس فقط ان انا بحس بالشبع في المعده. طيب كلنا عارفين ان في وجبات سريعه الهضم وفي وجبات تانية بتهديك على الجوع، هو من اي نوع؟ بصي احنا عايزين نتفق بس برضو على تصليح شويه مفاهيم كده. انت لو اكلتي اكله دسمه جدا او اكله زي ما نقول بتحسي بتخمه كده وتحسي بتخمه جدا، انت عارفه اكتر اكله ممكن تقعد في معدتك او في الانتستين او في الامعاء قد ايه؟ وقد ايه؟ لا تتخيلي انت قد ايه مثلا عشان تتهضم؟ ساعتين، ساعتين ونص، يعني بعد ساعتين ونص ممكن تحسي بالجوع تاني. تفاحه بتتهضم في قد ايه؟ لا ده مفيش ده. الحاجات دي انا بتكلم على الوجبات اللي كلها فاتس ودهون. لا ده جميل ماشي. كلي في الحاجات دي مفيش مشكله، ولكن انا عايز اقول لك برضه على مشكله، ان التفاح او الفاكهه او اي حاجه هي فيها كالوريز زيها زي الاكل العادي. ما خلاص يا دكتور يعني لازم لا لازم نبقى عارفين. هي دي بالظبط. انت قمت بالواجب بقيت على الدوم، كتر خيرك يعني. ايوه لان في ناس بتتبع دايت يقول لك هاكل تفاح وفاكهه وكده، لا لازم تحسب. انت كده حاطط التفاح الخضراء هو امين جدا ده، بص فيها 60 كالوري. ايوه يعني الامريكاني او السكري فيها 80 بالظبط، فيها اكتر، وفيها السكر بيبقى سكر زيه زي اي سكر عادي. طيب البوب كورن يقول لك كل بوب كورن كتير عشان ايه؟ تحس، او الفشار او الحاجات عشان تحس بالشبع. طب ما انت بتدخل برضو سعرات حراريه، يعني هي في الاخر انت بتدخل سعرات حراريه فلازم تحسب السعرات يعني الحرارية. دكتور كم فشار في 80 مثلا؟ نقول مثلا ال 200 جرام او ال 100 جرام 150 جرام هتلاقي فيها شكرا 80 كالوري. يعني لو اكلت لك مثلا ربع كيلو ولا حاجه دخلت لك 160 جرام. طبعا ما هي كده وجبه. هنا على العكس بقى، على العكس بقى الياف سودي. بصي الياف سودي لما تنزل في المعده واشرب وراها 3 كوبايات ميه، وانا دايما بقول بستخدم الالياف او باكلها واشرب بعديها 3 أو 4 كوبايات ميه عشان تنفش زي ما شفناها كده في الكوبايه وتعمل لي الاسبونج ده. طب وانس انها عملت الاسبونج دوت سدت لي المعده، انا مش حاسس بجوع بالظبط. والفتره قد ايه بقى؟ انا بقول لك الفتره لا تقل عن 8 ل 10 ساعات انت شبعانه، وده بفضل ايه برضو؟ بفضل ان الياف سوتي بتحتوي على زي ما بقول كده الياف متصنعه، يعني طريقه تصنيعها وهنعرف دلوقتي جوده التصنيع دي مهمه جدا، ولكن هي الياف متصنعه من الياف ذائبه والياف غير ذائبه، الاثنين مع بعض بيفضلوا وقت طويل جدا في المعده قاعدين كده في المعده، فبيخلوني شبعان لفتره طويله جدا بتوصل لل 8 وال 10 ساعات. انا طبعا الدوز او الجرعه الريكومندد او الموصى بها زي ما بنقول باكت قبل الغداء وباكت قبل العشاء عشان ابقى قفلت لك اليوم كله. وطبعا في حاله رمضان هنفطر نكسر فطارنا باي حاجه، تمر حليب او اي حاجه، واخد نص باكت بس من الياف سوتي وافطر زي ما انا عايز، واخد نص باكت تاني او باكت كامل قبل السحور. طيب سكر، ضغط، ادويه روماتويد، ادويه روماتيزم، في مانع؟ ما فيش اي موانع لاي حاجه. خلينا بقى نتفق على حاجه عشان الناس تريح بالها من فكره ايه الموانع وايه الريسك فاكتورز وايه اللي خلي بالي منه والكلام ده. من سن 7 سنين فوريفر، لاي عمر انت عايزه، باي اعراض عندك، باي امراض عندك، تقدر تستخدم الياف سوتي لسبب واحد بس. انت لو انت عندك ايه؟ لو انت عندك ايه؟ مش هتاكل؟ هتتمنع من الخضار والفاكهه؟ لا طبعا. هيقول لك الخضار والفاكهه ده اكل صحي صح؟ احنا بنديك الخضار والفاكهه دي بس بصوره كونسنتريتد او بصوره مركزه بحيث انها تبقى دوز كافيه جدا انها تخليك شبعان لمده طويله جدا في اليوم، فما تاكلش او تاكل اللي نفسك فيه بس بنسب قليله. طيب هنتكلم على الدهون اللي بتتركز في اماكن معينه في الجسم. مصيبه الدهون دي مصيبه. بصي جبتي لي كلمه الدهون، جبتي لي كلمه الدهون على طول كده يعني ايه اديك تعظيم سلام. يا دكتور انت لقائك ده عايز اقول لحضرتك حاجه بيغير فينا حاجات كتير جدا. يعني انا كنت يعني ازعم ان الزيت اقل من اي زبده او اي سمنه. لا طب الزيت ده مصيبه،
وخلي بالكم يا جماعه من حاجات من المصيبه الزيت 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 في برضو انواع خلي بالكم برضو نبقى نعمل حلقه عن الحاجات او المنتجات اللي بنلاقيها يعني الذره والشمس الجبن المعلبه الحاجات دي يا جماعه خلي بالنا مين اصعب الذره ولا الشمس لا بصي هما الاثنين دول يعني خليهم يعني الى حد ما نتكلم فيهم كويسين ده في زيت ما تغششني يا للقطايف بيها واليوم ده انا عايز اقول لك حاجه ده في زيوت مخلقه يعني دي مصيبه دي متصنعه يعني متصنعه معموله مش حتى مش زيت ذره ومش زيت فاهم قصدي دي مصيبه اكبر وللاسف بتتباع والناس بتستخدمها في القلي وفي في التحمير وفي الحاجات دي يا جماعه دي مش بس بتجيب لي دهون وتعمل لي كرش والكلام ده دي بتجيب لي حاجه اسمها اثيروسكليروزز اللي هي ايه اللي هي تصلب شرايين تصلب الشرايين يعمل لي ذبحه صدريه ومصيبه يعني دي حاجات المفروض يعني مش نقللها نمنحها تمام منح. الزيت زي ما بقول كده اقوى من اقوى الحاجات اللي بتعمل لي دهون هي ومين تخيلي ما احنا قلنا بقى مش السمن هي والسكر السكر هي اللي بتعمل ايه دهون صعبة. دهون صعبه طيب انا معايا ايه المصيبه الكبرى المصيبه بتاعتنا اللي هي ايه الزيوت هحطها لك هحط شويه منها يعني كده يعني انا برضو اخف قولي الذره ولا عباد الشمس لا يعني احنا ممكن نقول عباد الشمس أيوة. يعني الى حد ما ولكن يظل الاثنين يعني طبق الفول اخف بشويه بمعلقه صغيره بس انا رايي يعني لو خلاص بقى يعني خلاص بلاش حل شويه زيت زيتون يعني ولكن برضو زيت الزيتون برضو ليه مشاكل بس ايه ها ارحم حاجة في التلات ارحم حاجة كزيت زيت الزيتون ممكن يعني ولكن برضو ليه اضرار برضو والكلام ده محدش يفتكر ان زيت الزيتون ده بقى يعني اللي هو ايه الحاجة اللي كويسة ولكن ارحم من عباد الشمس والدورة والكلام ده كله طيب انا حطيت شوية زيت على الايه على كوباية على كوباية فيها مية ليه اشمعنى عشان الزيت دوت يا جماعة ما بيختلطش بالمية فهيعمل لي الطبقة دي شايفين الطبقة دي الطبقة دي هي سوري يعني زي ما بنقول كده الكرش او الايه اللي بيتركم في الفخذ او في الايدين او في الوش أيوة. نفسه بنلاقي ناس كتير يعني سيدات كتير بتيجي تقول لي انا وشي مش راضي عنه أيوة. عشان تحت عندها لغط بالظبط الحته ديت بتبقى يعني الى حد ما فيها دهون بتبقى وحشه جدا وبتكبر صعبة وبتكبر في السن ولما بتخسها بطريقه مش صح او بتنزلها بسرعه ساعات بتكرمش فبتخلي شكل الايه يكبر اكتر طيب الياف صوتي ممكن تقدم لي ايه على الدهون او ممكن تساعدني ازاي ان انا اتخلص من الدهون احنا قلنا الدوز او الجرعه بتاعتنا ايه باكت قبل الغدا وباكت قبل السحور وباكت قبل العشاء او السحور ماشي طيب هناخد اول باكت وهحطه لك بيتكلم ان خلاص قربنا من رمضان الشهر يعني ده عجيب وليه سحره تلاقيه جاي شام ليه روايح طبعا وكريم في كل حاجه حتى ان شاء الله نخس فيه يعني ناكل اللي نفسنا فيه وما طبعا الصيام فرصه مهمه لك فرصه جميله جميله ومش بس بقى فرصه ان احنا نخس لا ده انا بقول لك فرصه انك تاكل اللي نفسك فيه وبرضه تخس يعني دي بقى مفيش احسن من كده طيب هنعمل ايه هفرغ محتويات الباكت الاولاني والثاني وهسيبه على الايه الطبقه بتاعه الدهون كده مش هقلبها بقى ولا هعمل فيها اي حاجه هنلاقي ايه هنلاقي ان الالياف الطبيعيه بتبدا تعمل ايه تعمل تكسر لي او تقلل لي من جدار الدهون ده حلو هي ما بتحرقش الدهون عشان برضو في اعتقاد خاطئ عند الناس ان انا لو خدت حاجه بتحرق الدهون انا كده زي الفل لا انت كده في خطر تاني ان انت جسمك بتوقفه عن الحرق تماما لو انت اخدت حاجه تحرق لك الدهون جسمك مش هيحرق هيحرق ليه ما خلاص ما انت بتاخد دواء هو اللي يحرق الدهون خلاص فجسمك هيقف عن الحرق لا الياف صوتي بتعمل ايه زي ما احنا شايفين كده تفضل تاكل في الدهون دوت تكسرها بس خليها ضعيفه تخليها ضعيفه بس فانت اقل مجهود تحرق كل اللي انت عايزه حتى لو مجهود ايه حتى لو مجهود في البيت وانت أيوة. ماشي بتتحرك في البيت رايح داخل الحمام وراجع من الحمام يعني واقف شويه وانت في المطبخ واقف شويه في المطبخ بتتحرك بتعمل اي حركه عاديه يلاقي الجسم يوم هو اللي عامل ايه يزود الميتابوليزم زي ما بنقول كده كلمه ميتابوليزم دي اللي هي الحرق بتاعنا يزود لي الحرق وبالتالي يروح على الدهون الضعيفه دي ويكسرها ويطلع لي منها ايه طاقه عشان اقدر اكمل بيها يومي يبقى اذا انا بعد كل دوت تخلصت من الدهون بس مين اللي خلصني من الدهون الالياف او الدواء او اي حاجه لا الجسم نفسه هو اللي خلص الدهون نفسه ومش بس كده زي ما بقول دايما ان ناس كتير لما سوري. بتستخدم ادويه بصي الدهون دول قد دول معقول ده نفس الوزن زي ما بنقول دايما كيلو الحديد ولا كيلو القطن الاثنين قد بعض في الوزن صح ولكن كيلو القطن حجمه قد ايه هش جدا هش جدا وضخم جدا صح نفس الفكره بصي 2 كيلو فاتس او دهون الصوره دي صعبه قوي يا دكتور محمد انا عايز اقول لك الناس كلها تحفظ كده الصوره دي الدهون او اي زياده في الوزن عندك بتكون ده بيكون الشكل الاصفر اللي انتوا شايفينه ده طيب الياف صوتي هتخلصنا زي ما بقول لكم منها بطريقه جراديولي يعني بالتدريج عشان ما يحصلش زي ما بنقول كده كرمشه في الوش او شكل ما يبقاش ايه عاجبنا وطبعا في حاجه مهمه جدا في ناس لما بتخس بيطلع لها ستريتش ماركس عشان بتخس بسرعه
لا احنا هنا بنمشي جرادوالي زي ما كده كل 10 ايام بنلاقينا خسينا كيلو 2 كيلو 3 كيلو على اخر الشهر بنلاقينا خسينا ال 10 كيلو او 9 كيلو خلاص بصوره صحيه وشكلها جميل. طيب هكلمك عن حد بيشوفني انا وانت دلوقتي وبيقول لك بص يا دكتور محمد انا تخين وماما تخينه وبابا تخين واخواتي تخان وكلنا عندنا جين السمنه. صح الجينات صح جدا. يعني تقول له ايه ده المنتج ده ناجح معاهم؟ انا عايز اقول لك ان في ناس كتير عندهم السمنه الوراثيه. بقى اعمل لك على كل حاله مرضيه السمنه بتاعتك دي صعبه ولا سهله؟ دي بصي السمنه الوراثيه دي من اصعب الحاجات من اصعب الحاجات لان ده جين بيتوارث من الاب للابن وهكذا. ولكن اي سمنه بتبقى بسبب الاكل الخاطئ او الاكل الزياده او الكالوريز الزياده على طول كده حتى لو هي يعني انت عايز تقول لي مفيش واحد قافل بقه هو ايوه هيبقى تخين من النهايه كده. مفيش حد مظبط اكله مش هقول لك قافل بقه يعني مقلل اكله او مظبط اكله وهتلاقيه اوفر ويت او زياده في الوزن. لا هتلاقيه وزنه كويس بس ممكن يكون عنده بعض الترهلات في حتت معينه وهي دي برضو بتبقى راجعه للدهون المتراكمه اللي صوتي بيأثر عليها بشكل غير مباشر او مباشر. وبرضو هو انا انصح اي حد من الناس اللي وزنها كويس ولكن عندها ترهلات انها برضو تمارس رياضه تنام كويس تشرب ميه الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه. طيب هو عمل ايه بقى كده؟ بصي اخد بصي بقى انت احنا كنا حاطينه على الايه؟ على الزيت كده على الزيت. ايه اللي حصل؟ كسر طبقه الزيت دي زي ما كده انتصر عليها ايوه كسرها لي خلاص ونزل. ولكن انت شايفه طبقه الزيت بدات تقل لانه بدا يمص منها وايه واخدها عليه. يحصل ايه بعد كده؟ يحصل ايه بعد كده؟ الجسم زي ما بقول كده من اقل مجهود حتى لو رايح داخل الحمام تويلت او اي حاجه يكسر الدهون دي ويطلع طاقه فنبقى كده ضربنا عصفورين بحجر. انت قلت لي هو امن جدا طبعا طبيعي 100% ودول اطفال ممكن بصي يعني ده مثلا ايه يعني ده مثلا 12 سنه ويستخدم الياف طبيعيه. بصي بقى البطن يعني دي مهمه جدا البطن دي المكان الاول والمفضل والمحبب للدهون. بصي الفرق بقى في التيشيرت عامل ازاي شايفه الاصفر والبرتقالي او الاحمر طبعا فرق بين فرق جداً. كبير جدا وهو ده التارجت اللي احنا بنتكلم عليه. والاحلى من ده بقى ايه خلي بالك مش بس نقصان الوزن زي ما بقول لك كده انه مفيش اي اعراض جانبيه يعني انت بتاخده وانت مطمن ما عندكش مش هتخاف من حاجه. ومش بس كده ينفع لكل الاعمار زي ما نقول سيدات ورجال في اي عمر مفيش اي مشكله ولا حاجه تخوفك. تماما كلمتي انا عن الصوره اللي ظهر معايا على الشاشه سيدات طبعا يعني ستات اسرع في الحرق ولا الرجال يا دكتور؟ بصي مش بتتقاس كده يعني هي بتتقاس بالماسكولار ماس وده الراجل الماسكولار ماس بتاعه اكبر من الست يعني ايه يعني حجم البنيه بتاعته تلاقيه اطول واكبر وكده فعرضه انه يلم ايه بسرعه ويخس بسرعه. ولكن السيدات بيبقى عندها مشاكل تانية هي اللي بتقلل لها الايه الحرق زي طبعا مشاكل المينوبوز او المينسترول سايكل لما بالذات لما بتوصل ل 50 او اكتر بيحصل خلل في الهرمونات شويه انقطاع الدوره الشهريه بالظبط كده بيحصل خلل شويه في الهرمونات الاستروجين والكلام دوت بيبدا يقل ومش عارف تخزن ميه فتبدا تخزن ميه وكده. فليه بقى ندخل في الدوامه دي؟ لا احنا نبدا على طول باننا نقلل اكلنا ما تبقاش اكل وايه وهرمونال تشينج او تغير في الهرمونات طيب. فيودينا للسمنه. كل الناس دي لما وصلت للجمال ده بتقول لكم ايه؟ بتحافظ على جسمها ده ازاي؟ بصي احنا عندنا نظام متابعه. يعني ايه نظام متابعه يا جماعه برضه عشان الناس تبقى فاهمه؟ يعني الناس اللي بتبعت الكلام دوت او بتقول انا خسيت او انا نزلت في الوزن الناس ديت احنا بنتابعها. بتلاقي كل 10 ايام حد مكلمك ها خسيت قد ايه؟ نزلنا في الوزن قد ايه؟ طيب تقدر يعني ايه عايز تخس اكتر؟ عايز تنزل اكتر؟ طب انت راضي؟ طب هل في اي اعراض جانبيه؟ حد بيتابعك على طول. ولذلك بتفرز بقى الايه؟ الصور الجميله زي ما احنا بصي الصوره اللي من الجنب دي، الصوره اللي من الجنب دي جباره يعني بصي الكرش زي ما ضخمه جدا الضخم البطن الكرش ده بصي الكرش فوق بقى خس طبعا نزل ده نزل يعني نزل الفرق واضح جدا يا دكتور محمد وفرق بصي يعني اللي نزلوا كله دهون ودي ميزه كويسه جدا يعني لو لاحظتي باقي فوق بقيه جسمه هتلاقيه طبيعي ما تأثرش. اللي نزل اكتر هو الدهون اللي في البطن طيب. وهي دي احسن حاجه. احنا اجسامنا انواع احنا بنشوف ده بنقراها على السوشيال ميديا يكون متر المثلث المربع الدايره التفاحه المثلث ايوه. انا في وقت واحد يقول لك انا بخس بصعوبه جدا وانا مليانه من تحت واصعب حاجه عندي خسيتي من تحت. في واحده تقول لك انا من فوق. هو ايه الاصعب اصلا في الخسيه؟ ولا اللي فوق ولا اللي تحت ولا اي حته. مفيش حاجه اسمها سبوت ريدكشن. نغير بقى مفهومنا. مفيش حاجه اسمها مش بقول لكم الدكتور ده والله العظيم مش حل. ما عشان في ناس كتير يقول لك انت هتاخد الحاجه ديت فايدك بس الحته دي هي اللي هتخس.
فكتفك اللي هيخس فرجلك اللي هتخس. الكلام ده غلط، مفيش حاجه اسمها كده، دي جينات زي ما انت قلتي، جينات هي جينات ان انت بتضخم من فوق او بتضخم من البطن وكده. لو خسينا هينزل الدهون من كل جسمك خلاص جراديوالي بالتدريج، هيبدا ينزل مثلا من هنا من هنا لغايه ما يوصل للمعده او البطن او الحته اللي فيها المشكله وينزل لك الدهون. اهم حاجه الاستمراريه، سواء على النظام اللي انت ماشي عليه او على الياف صوتي او اي حاجه انت مشغل عليها، الاستمراريه. يبقى نفسنا طويل شويه بس كده، هو ده المطلوب. ولا حد يضحك عليك ويقول لك هتاخد الحاجه الا بقى بعمليات حاجات تانية بقى، دي العمليات والحاجات دي سكه. انا بتكلم على الحاجه الطبيعيه، حياتنا العاديه خالص اللي احنا فيها. مفيش حاجه اسمها هتاخد الحبايه دي هتنزل تجري تخسس لك رجلك تخسس لك بطنك، الكلام ده مفيش كده. هو احنا بننزل دهون من الجسم كله، ولذلك انا دايما بطلب حاجه اسمها ان بادي او تحليل كتله الجسم عشان اشوف نسبه الدهون كانت كام قبل ما تبدا وبقينا كام بعد استخدام الياف صوتي. هنلاقي النسب بقى بدات تبقى حلوه، كان مثلا الدهون عنده مثلا 50% من جسمه دهون، لانها بقت 40% بعد اول ايه 15 يوم، لانها بقت 30% بعد اول شهر. هو ده الايه ده مهم جدا. طبعا طبعا، لان مش بس انك تخس، انك يبقى صحتك حلوه. دي يا جماعه انتوا مش فاهمين ازاي بيأثر. هقول لك حاجه حلوه، احنا ربنا خلقنا، انا طولي مثلا 180 سنتي ووزني مفروض يبقى 80 كيلو، انا وزني 120 كيلو. هل القلب اللي مخلوق قلب يشيل 80 كيلو هيقدر يشيل 120 كيلو؟ لا كتير. هيقدر يشيل 40 كيلو زياده؟ لا كتير. هيشيلهم سنه اتنين التالته في الرابعه هيبوظ. صح. هيعمل ايه؟ ما هو مش قادر. صح. يبقى عشان صحتك اكتر من عشان شكلك وكمان العظم كمان كل حاجه. المفاصل، ربنا خالق مفاصل رجلك تشيل 80 كيلو مناسبه مع طولك، لقيتها شايله اكتر ب 30 40 كيلو هتبوظ مرة في الثانية في الثالثة المفاصل حبي. يا سامية مساء الخير. مساء النور حضرتك. مساء النور. كم سنة عمرك؟ أنا عندي 54. ما شاء الله تبارك الله. خسيتي كم كيلو مع صوتي؟ خسيت 11 كيلو. حلو جدا. في قد إيه بقى؟ في قد إيه وقت طيب؟ مهم. في 20. 20 إيه؟ 20 إيه؟ يوم؟ 20 يوم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر. أنت كنت بتعملي أنظمة غذائية قبل كده؟ عملت كتير بصراحة بس ما جابش نتيجة، بس الحمد لله يعني مع أول مرة يعني أتفاجأ باللي حصل ده إن أنا نزلت بالطريقة دي. قولي لي بقى كده، أنت بتتحركي كتير؟ آه بعمل مجهود كبير جدا. كويس. أنا موظفة ومعايا أولاد صبيان بخدمهم وعندي قلب واجعني وعظام، يعني شغلانة كده، بس الحمد لله لما خففت شوية بقيت يعني صحتي الحمد لله. إيه اللي خلاكي تفكري إنك تخسي أصلا؟ كل ما اروح للدكتور واقول لي عندي الغضروف يقول لي حاولي تخسي، طب قلبي وجعني حاولي تخسي، وانا خلاص حرارتي بقت قليله جدا لاني بطلع خمس دور ومش قادره، فاضطريت ان انا افكر بقى في الخسسان. بس بقى الوقت ايه قلت ايه اجرب المنتج ده، بس الحمد لله يعني. خدتي كم ابوة في اليوم؟ انا باخد كيس قبل الغدا ونص قبل العشاء. حلوه قوي. انت اللي عملتي لنفسك التوليفه دي؟ لا انا حضرتك متابعه مع استاذه هاجر عندكم، وهي بتقول لي انا بعمل ايه بالظبط. ضايقك في اي حاجه من القلب؟ لا بصيت بيها. طب يا سامي ردي على دكتور محمد. مهم قوي عشان انت قلتي عندي غضروف او القلب او وات ايفر، هل حسيتي باي اعراض جانبيه او اي حاجه بمناسبه اللي احنا بنتكلم عليها؟ لا 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 ما انا سالت قبل ما اجيبه، سالت قلت لكم انا عندي باخد علاج للقلب وعلاج للضغط وباخد علاج عظام عشان عندي الغضروف، قلت لي مش هيعمل اي حاجه والحمد لله ما فيش اي اثار جانبيه. حبيبتي كملي وبالتوفيق وان شاء الله النتيجه تبقى اجمل كمان. يا رب اللهم امين يا رب. يعني نتيجه هايله بتقولك 11 كيلو في 20 يوم. هو ده اللي بيقول لي بنوصل للشهر. كم سنها عمرها؟ انت بتتكلم 54 سنه اللي انا قلت لك عليه انها يعني حرق قليل جدا. يا سمر مساء الخير. مساء الخير. سعيد. عليكم السلام. كم سنه يا سمر؟ 31 سنه. احكي لي كده، بتشتغلي بتعملي مجهود ولا مفيش مجهود خالص؟ لا طبعا مجهود مع عيالي، انا معايا اطفال وكده في البيت، بس يعني لما خدت المنتج الحمد لله يعني خسيت عليه 8 كيلو. حلو قوي. كان ليكي محاولات قبل كده وفشلت؟ لا مفيش اي حاجه، انا اول ما سمعت دكتور محمد مع حضرتك خدت المنتج بعد كده الحمد لله. حتى كنت فرحت ابن عمي فكلهم انبهروا بيا جدا. ايوه ان انا خسيت، فمن ساعتها وانا اصلا مبسوطه جدا لما كلهم بقى فرحانين بيا ان انا خسيت وكده. الحمد لله الحمد لله. قولي لي خدت كام عبوه في اليوم؟ انا كنت باخد عبوه واحده يعني قبل الغداء بنص ساعه. باكت واحد طيب. كنت باخده والحمد لله. يا سمر بامانه كده يعني شكلك حد يعني ايه جريء شويه، كنت بتاكلي كتير قبل صوتي؟
اه طبعا كنت باكل والله بصراحه. انت اكتر حاجه بتاكليها ايه، رز ومكرونه ولا سكريات؟ لا كنت بحب الحلويات جدا كمان. أيوة يعني كنت الحلويات دي حاجه فظيعه كمان فيها. ايوه كلنا. فكان انا عندي، انا عندي اخويا يقول لي لا ما تاكليش حلويات يا بنتي كفايه كده عشان جسمك وكده. بس قلت طب انا اعمل ايه؟ لقيت المنتج ده بيخلي بوقف صدر يعني بيخليني لسه مسدوده ما بحبش اكل. فالحمد لله بعد ما خدت المنتج الحمد لله الحمد لله نزلت عايزه. الحمد لله يا حبيبتي. اوعي إيه تتخاني في رمضان يا سمر. لا ما بكلمش محمد بقى. طيب يا ولاء مساء الخير. مش سامعاها في في الاستوديو. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. حضرتك بقى قولي لي كده كام سنه وخسيتي كام كيلو على المنتج؟ انا 40 سنه وجبت المنتج تقريبا على شهرين، كنت نازله 10 كيلو. كنت بتاخدي كام عبوه في اليوم؟ كنت باخد باكت قبل الغداء وباكت قبل العشاء. بيتابعوا معاكي؟ وايه؟ بيتابعوا معاكي كل 10 ايام؟ اه تمام. طيب انت في المحافظات ولا في القاهره؟ انا في المنصوره. في المنصوره. قولي لي بقى كده فرق ايه بعد ما اخدتي في طريقه اكلك المنتج؟ فرق ان انا اصلا لما باخد المنتج باخده قبل الاكل تقريبا بنص ساعه على وبشرب بعديه كوبايتين ميه وبعديها بقى خلاص انا شبعانه مش قادره اكل. شكرا يا حبيبتي. كلامك بالظبط يا دكتور محمد. هو ده اللي احنا يعني عايزين. كل واحد بيقول فعلا يعني بسالهم بلاقي كلامك بيتقال. انا عايز اقول لك الفرحه اللي بيتكلموا بيها دي بالنسبه لي يعني في حته تانية. يعني نفس دي حاله الموضوع. نفسيه طبعا. باكت نص باكت او باكت او باكت قبل لا كل واحد لا. بيشوف احتياجاته انهي وجبه بيجوع فيها قوي لانه زي ما قلنا هو مش دواء فانت براحتك خد عايز باكت بالظبط هو اكل نص باكت باكت عايز تكتر باكت ونص بس يعني انا بقول لك من نص باكت اتس اوكي جدا هتبدا تحس يعني لو معايا بنتي السن نص باكت كفايه 11 سنه 12 سنه نص باكت هيبقى كافي جدا قبل الغداء قبل الوجبات بقى وهي مش هنقول لك سكر كتير وهقول لك على حاجه حلوه في ناس ما اكلها مش غدا وعشاء في واحد بياكل وجبه واحده بس في اليوم مثلا بس معناتها بيظلمه مثلا ياخد ايه النص الباكت او الباكت قبل الوجبه اللي هو بياخدها سواء الصبح بالليل الفجر اي وقت هو عايزه ياخد ده طبعا ما فيش خوف منه على دهون ولا على بتاع لا بالعكس هو بيحارب الدهون فانت حتى لو هتاكل 11 بالليل طبعا 12 بالليل ده هي دي اهم حاجه اهم ان هو حاجة. ان هو بيحارب لي الدهون او بيحاول يكسرها لي فبالعكس انت خده في اي وقت وعيش حياتك عادي بقى بدون بقى ايه ما تبقى مركز هاكل ايه ومش هاكل ايه رمضان كريم رمضان كريم عايزين اوفر الله على طول كده طيب احنا بنقول على طول 50% عرض 50% بس نقول طبعا ايه هي كلمه السر بتاعتنا ها نهال طايل ده لازم طبعا نقول نهال طايل طبعا هناخد على طول 50% كلمه السر بتاعتنا ان شاء الله على الياف صوتي باذن الله اللي يكفينا ان احنا نخس 10 و15 كيلو في شهر واحد كلمه منك من حد ليه ناس كتير ونجح معاهم من حد ليه محاولات ومجهود محلات صعبة فعلا وعايزه يتحرك يبدأ ما يستناش لبكرة ما يستناش للأسبوع اللي جاي ما يستناش لدخلة رمضان أصل في رمضان مش هعمل إيه ما يستناش لبعد رمضان زي في ناس كتير يقول لك إيه فورمة الكحك بعد رمضان ما هيقول لك هندخل في الكحك ما أنا بقول لك مش هتخلصي وبعد الكحك والبتفور شوية وهندخل على العيد الكبير أيوة وهكذا مش هنخلص دوامة. بس فالسرعة في البدء يعني نبدأ ألياف صوتي على طول وآكل اللي أنا عايزه وما أعملش أي أنظمة وما أضايقش نفسي اهم حاجه ما اضايقش نفسي اكل اللي نفسي فيه هاكل كميات قليله هقلل اكلي وانس ان انا بستخدم الياف صوتي هخس ان شاء الله 10 كيلو في الشهر حلو زي الفل انا مش عايز اكتر من كده نورتي يا دكتور محمد ربنا يخليك ويمكن عايزين ايه بسرعه ريفيوهات فين يلا حطها بصراحه الله يبارك لكم على منتج التخسيس رهيب بجد يعني حتى تعاملكم انتوا جميل مع الناس لازم طبعا نسال ما ده اللي انا بقوله دايما المتابعه او ان انت بتسال على النتائج نتائج عامله 3 كيلو ونص اول شهر حلو جدا في شهر فهتلاقي في ايه في شهر نزل 13 كيلو ما شاء الله تبارك الله في شهر 13 كيلو طبعا كل المتابعه وكل الحاجات دي بتبقى عن طريق الصفحه وانا دايما بقول كده اي استفسار عندك او اي حاجه عايز تسال عليها على طول على طريق الصفحه نتواصل ونسال مفيش اي مشكله وهتلاقي فريق كامل بيرد عليك ومش بس كده انا عايز اطمن الناس انها مصرحه من وزاره الصحه وحاصله على شهاده الايزو يمكن معانا اهي شهاده الايزو اللي هي جوده تصنيع المنتج يعني امن جدا امن جدا ومصرحه ومصرحه طبعا زي ما بقول من وزاره الصحه وبدون اي اديتيفز او اي اضافات كيميائيه ممكن تكون مش كويسه نورتيني وشرفتيني ربنا
محمد تركي. ربنا يخليك. يمكن لقائك فعلا بيغير فينا حاجات كتير يا دكتور محمد، وتدينا باور. شكرا ليك. شكرا على معلومه الزيت الذره وزيت العباد الشمس. شكرا. بكده اكون وصلت لنهايه حلقتي النهارده. بعتوا لي كل رسائلكم وكل حكاياتكم على صفحه البرنامج باسم نيهال طايل، برد عليها بنفسي سواء على انستجرام نيهال طايل اوفيشال او على صفحه البرنامج باسم نيهال طايل على الفيسبوك. بشكر كل تعليقاتكم بس بقراها بنفسي. مبسوطه بمحبتكم جدا جدا جدا. تاكدوا ان انتوا كمان ليكم مكانه كبيره قوي في قلبي. معرفش الحلقه الجايه هروح فين ولا هقابل مين، بس الاكيد هروح لناس شبهنا بتدور في واقع وبيدور جواهم. استنوني كل يوم حد واربع في نفس الميعاد على صدى البلدتو، والاعاده كل يوم اثنين وخميس في نفس الميعاد على صدى البلدتو. كانت معكم نهال طايل في امان الله.